وفي الفاكتور معايا انيس. مرحبا بك انيس. السلام عليكم. كي داير؟ وعليكم السلام. دايما بخير. كلشي مزيان. كلشي مزيان الله يحفظك. الحمد لله. كي دايره خالتي نعيمه؟ عمي ديزا؟ كلشي بخير. كلشي مزيان. وانت كي داير اشراف وميساء؟ لاباس عليهم؟ ومده ما شفتهم. تليفون واتساب. علاش؟ ايوا كانت شي ظروف الحمد لله. ايوا الحمد لله. وكان مشى لدارهم، كانت حامله، ولدات تما، شتا ما شاء الله ولدات. صافي رجعت مع الاعمال، انا ما كنخدم في الترونسبور بيرسونيل، ما عنديش الوقت، كنخدم الليل بزاف، ما كنخدم مع ماركو بزاف. بلا ما نهضروا على الماركات. ايوا الحمد لله. صافي باش نقدروا نكملوا هذه الحلقه هذه. الله يحفظك بخير. داكشي اللي بلا عمي تكملوا ان شاء الله. واخا سي انيس يلا غادي نتصلوا بالمدام اللي كاينه هي في جديده. جديده. انت فين كاين دابا؟ انا في كازا. في كازا. يلا حنا نتصلوا بالمدام ديالك مباشره، غنديروا لها الهديه ديالها ان شاء الله الى جاوبات، وغادي تسالي الاغنيه، غادي تدخل نتاع الخط وتقول لها الميساج ديالك ان شاء الله. متفقين؟ يلا حنا كنحاولوا في الستاندار تصلوا بمدام مدام انيس. الو. وي السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الفاكتور من بوسطه ديال الدار البيضاء. مرحبا. عندنا شي رساله ديالك الله يخليك خصنا نبعثوها لك. انتوما في جديده لا ياك مدام؟ مدام منيا. عطيني الله يخليك الحرف الاول ديال البطاقه الوطنيه. ماشي واحد دقيقه. غير الحرف الاول، غير الحرف الاول. شوفي داك الدوسي الله يجزيك بخير ديال غنمشي سلا. صيفط لي الكوريير سلا الله يخليك. قدرتي توصل الصباح حميد؟ شارجي معاك لا هذا الكوريا. واخا غير الرقم الاول. على الحرف الاول. وي لا خمسة. واخا لا يمكن لي نفتح هذه الرساله باش نقراها لك. هي عباره عن رساله موسيقيه مدام. وي هكا لا. انيس عائلته بعيدة هما في كازا ومرتو في جديدة، توحشهم وبغى يقول ليهم كيبغيهم. ولدهم اشرف وبنتهم ميساء، مرتو منيا وتوحش اللقاء، واليوم دار ليهم نداء بغى يتلاقى. توحشهم وبغى يقول ليهم كيبغيهم. ولدهم اشرف وبنتهم ميساء، مرتو منيا وتوحش اللقاء، واليوم دار ليهم نداء بغى يتلاقى. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هانيا بخير. هانيا دابا انتيا مباشرة على شدة اف ام. هانيا كلشي مزيان؟ الحمد لله. الدراري بخير؟ كلشي بخير. هي دابا ديما كنتي كتقولي ما كتقولي والو ياك، انا نقول لك دابا قدام المغرب كامل انني انا كنبغيك وكنموت عليك. الله يرحمنا منه. دابا انت راك مباشره. ما فهمتش ما فهمتش ما فهمتش مونيا. نعم. معك ماشي معك الفاكتور، معك عماد قطبي. انت مباشره على شاده اف ام. الناس كاملين كيسمعوا لك دابا، وانيس دار لك هذه المفاجاه مباشره اليوم. ماشي يقول لك راه والو راه مازال ما فهمتش دابا. دابا ما عمرني دابا هي ديما كتقول لي امك تقول لي شي حاجه. دابا هو ماشي قال لك ليك انت، قال لك قدام المغرب كامل. العالم العالم. الغبره اللي غبرنا وهاد المشاكل والحمد لله. ما فهمت والو. احسن كيحسب ليا دابا مباشره على شدة اف ام. معك عماد قطبي، معك خالتي نعيمه، عمي دو معاك خالتي. اهلا منيا لاباس؟ مبارك مسعود زياده. الله يبارك فيك. شكرا. ما عرفتينيش؟ لا انا نعيمه الياس ممثله.
خالتي خالتك خالتك بقى ما عرفت والو. واش بقى في البنج؟ واش بقى في البنج ديال الولاده؟ لا بقى في العين سليمان. لا لا فات البنج. مبروك عليك، الله يرزقك الصحه والسلامه. شكرا. الله يحفظك يا بنتي، الله يكمل عليك. بارك الله عليكم، بقاشنا الوقت بزاف. شكرا لكم، الله يخليكم بعضياتكم. انيس مونيا امين. شكرا اخويا عماد وبزاف، وكنشكركم بزاف. شكرا، الله يحفظك. بارك الله عليكم وبسلام عليكم. على الوقت انتم بغيتوا ديروا مفاجاه الناس الاعزاز عليكم، ما عليكم غير تصيفطوا لنا عبر الواتساب، الرقم هو 06 05 09 30 80. شكرا ديزا خالتي عمي. شكرا عماد، شكرا المستمعين، ونتلاقاو غدا مع الخمسه. السلام عليكم.